طب آخر حاجة، لو دلوقتي راح عليا صلاة الضحى أو صلاة الشروق أصليها بعد الظهر؟ أنا سمعت إن في ناس بتقول معلكيش صلاة إلا صلاة الفريضة لو راحت عليكي، ودي مش فريضة، دي سنة. عفوا عادي. صلاة الضحى أو صلاة الشروق ايه دلوقتي بصليها الساعة 11، يعني لو راح عليا نومة أقوم أصليها. سمعت ناس إن هو بيقول مش عليكي الصلاة ديت عشان ديت مش فريضة، دي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه هي وسلم. مش عليكي، لكن إذا صليتيها، إذا صليتيها لا بأس عليكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر، سنة الظهر لما شغل عنها بوفد عبد القيس، يعني وفد عبد القيس شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر، وهي سنة أيضا. ولعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولقول الله تعالى العام وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من معنيها من كان له حزب يتلوه في الليل في صلاة الليل فاته يتلوه في النهار والعكس. بارك الله فيك يا عمر عيد.